السلام عليكم البنات، داري لاباس عليكم؟ بخير. اليوم غادي نقدم لكم طريقة تحضير طاجين ديال الدجاج. ما نطولش عليكم، يلا نبداو. غادي نقول لكم دابا المقادير. عندنا نص ديال الدجاجة الصدر قسمته على جوج، والرجل قسمته على جوج حتى هو على جوج. وعندنا بصلة كبيرة مشلضة، وعندنا معلقة صغيرة ديال التحميرة، معلقة صغيرة ديال البزار، معلقة صغيرة سكينجبير، ومعلقة صغيرة ديال الخرقوم. وعندنا 4 ديال الفصوص ديال الثومة، وشوية ديال الربيع، والملحة حتى هي على حساب الذوق. الملحة دائما على حساب الذوق ديال الإنسان. وعندنا زيت العادية، وعندنا زيت الزيتون. والطاجين ما كيبغيش العطريه بزاف، وتاليدام ما كيبغيش غير شويه. غادي نديرو بصله، غادي نحكو فيها هاد الفصوص ديال الثومه 4، غادي نديرو معلقة ما أمرش ديال البزار، شوية غنديرو معلقة ديال السكينجبير، معلقة صغيرة الملحة. أصلا الدجاج راه عندنا ملح وبالحمر، قدينو في الحامض من قبل. عندنا معلقة كبيرة ديال الخرقوم، ونص معلقة ديال التحميرة، التحميرة غير على حساب اللون، وشوية ديال الربيع غنديروه دابا، وشوية من بعد حتى الأخير غنديروه من فوق. الزيت، زيت الزيتون غادي نديرو معلقة كبيرة هكا، معلقة كبيرة زيت الزيتون، ومعلقة كبيرة زيت العادية، جوج معالق الزيت العادية. نشمرو مزيان. غادي نديرو نقيطة ديال الماء فاش طلقنا هاد العطرية، وما نزيدوش معاه الماء، غير هادشي اللي درنا دابا صافي. يكون ربع كاس، بين ربع كاس ونص كاس، كاع هكاك نص كاس صغير. وغادي نشرملو دابا الدجاج ديالنا، غادي نخلطوه مزيان مع هاد العطريه هادي، غادي تخلط لينا مزيان ونرجعو معاكم. وغادي نحركو مزيان هاد الدجاج ديالنا، نحركو مزيان هاد الدجاج ديالنا يشرب العطريه. اللي بغات تخليه شي شويه هكا تخليه، اللي ما بغاتش ديريكس دابا ديرو طيب، نردوه يطيب ونرجعو معاكم. وثلاثة ديال الحبات ديال البطاطا على حساب افراد العائلة، غادي نقطعوهم باش يطيبو لنا دغيا في الطاجين على هاد الشكل هكا هكا، باش كطيب دغيا بطاطا ما كتعطلش. من بعد ما تقلى الطاجين ديالنا غادي نديرو معاه بطاطا، غادي نستفو معاه بطاطا كامل هكا. استفنا البطاطا ديالنا في الطاجين، وغادي نديرو الربيع، غنديرو الربيع من الفوق، الربيع اختياري، اللي بغا يديرو هكا غير تزين وصافي. ونخليو الطاجين يطيب على مهل وعافية مهيلة بزاف. يلا تيطيب الطاجين ديالنا وغادي نرجعو معاكم. نخويو هكا، نخويو من هنايا غير بشوية بشوية هكا، مرة مرة هكا، باش تهاد البطاطا تشرب العطرية طريه والزيت وديكشي اللي درنا كاع مع الطاجين ديالنا. هذا الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا، وكنتمنى يعجبكم، ودعمونا باللايك والاشتراك. شكرا جزيلا لكم.